السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة رونفينك دي زاد، قناة اخبار المنتخب الوطني الجزائري واخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل انواعه، ولسنا تابعين لاي طرف. خاوتي خواتاتي، ما تنسوش كي العادة تبارطاجوا الفيديو تاعنا باش يلحقوا اوسع نطاق. اليوم خاوتي جبنا لكم سيجي اللي كنت متوحشه بزاف، وهو على رومبو الرابطة المنحرفة، رئيس الرابطة المنحرفة المؤقت الآن رومبو بالانتيريم اللي توحشته. وعبالك باللي حسيت باللي رومبو خاص في حياتي، راه خاص حاجة اسمها رومبو. قلت لك يا رومبو، حكيت لك وبعت لك مع حباب، قلت لك ريح متخبي يا رومبو، ما تدخلش روحك في مواقع بايخة. هاي دروك ساي انت وصلت روحك، دوك نحكو الديكا اللي درتها البارح خارج لي في جورنال تاع خرشف. وانا من النظام حقرني القديم، منا انت مشي نظام. اسمعوا خاوتي، درنا لكم ابتيت فال على رومبو الرابطه المنحرفه اللي يعني فرحان اليوم غادي نحكي عليه. شوفوا خاوتي، شفنا كاش حاجه مسلي ولا مور فيها. على هذيك اللي جبتك، سمعت هذيك الهضره مع هاد ناس كبار وهضروا لي فيك غير الخير الحق، قالوا لي باللي هذاك الكذباوي اكبر كذاب في الوقت اللي رانا فيه، وهذا شرف كبير ليا يعني باش استدعيتك. يا جلس جلس. نعم جوج يدو الماكينه تشوف كيف بدك. على حساب الماكينه راه يكذب. هذا ويعتبر عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم والذي حضر لقاء اتحاد عنابة أمام شبيبة بجاية مرفوقا بالرئيس الشرفي للفريق بهاء الدين طليبة، أكد أن المشاكل التي جاءت منذ انتخاب كنت في الحملة الانتخابية تاع السيد الرئيس، مشيت للشرف هو مهرجان لا بأس به، جاني واحد فودني قال لي هذه البريزون تاع لاسو، قال لي هو من عين دفلة. بصوا مبروك عليكم. تفضل. هو عضو اللجنة المركزية، هذا زيادة فينا في الأفلام. شكرا سيد الأمين العام، هذا شرف كبير أني نكون عضو مناضل في حزب التحرير الوطني، عضو اللجنة المركزية، وكذلك لو دوايان دي بريزيدون دو كلوب دو فوتبول في الرابطه الاولى والثانيه، ونكون حاليا رئيس الرابطه المحترفه الاولى. نظن نحن نفتخر بهذا الحزب، وجودنا في هذا الحزب كمناضلين، وكذلك نفتخر بان هذا الحزب هو الرئيس تاعو الفعلي فخامه رئيس الجمهوريه سي عبد العزيز بوتفليقه. هذا شرف كبير. سيد الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس، نشكرك على هذا الالتفاتة وبارك الله فيك وربي يطول في عمرك إن شاء الله. رومبو ويقول لك كنت متخبي، علاه توصل معك المواقع بايخة؟ حاضر جبت لك خرايبك، وانا اللي كنت في الافعال، وتقول لك انا بلي انا ضحية النظام السابق. شفت خويا ديكلاسيون تاع خاوتي مع ذاك الجورنال مع تاع الخشب بملاعب. هادي راه الشيطان بخويا، بخويا قلت لك راه الشيطان ريع بعيد. حاضرك وصلت نحفظ لك اليوم، قعدت نعيط الو، عيط ياه مصادر تاعي تاع ملي يخدموا معاك، ما قطعوني التواصل، نعطيك الدوسي اللي باللي بلاني عايش معاك، نهبلك غادي نهبلك بخويا اليوم. قلت له انت تاع نظام، انا اللي قلت باللي نفتخر برئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه، انا اللي كنت ندير تصاوير في البير وكنت دايرهم. قال لك فلان، قالوا لي فلان ليغ القديمه تصويره تاع بوتفليقه كاع ما كانتش كاع كاينه في البيرو، غير جيت انت قدر طلع لك علق تصويره تاع بوتفليقه مخلوع فيه. وكنت نفتخر والله يطول عمر راس الرئيس تاعنا، ونفتخر برئاسه الافلان، وانا نفتخر بلي انا جرو الافلان،
وقلت بلي ولد عباس الله يطول عمره ولد عباس في الحراش فمو تلقى يا رومبو يا شيطان يا رومبو قلت لك ريا عاقل خشبد روحك بعت لك صحابك عيطوا لي وقالوا مش نكذبش عليك صحابك عيطوا ضربوا عليك مليار يقولوا لي على الشيطان قلت لهم والو رومبو ايه روح هذوك راك تخيط نقولكم خاوتي شادر في لاليك هاد الاي هاد الدغني مو شادر على بالكم حكيت لكم بلي رونو فلا كاع الرابط عرضها في اي بي وشرا دي زابارتومون من الناس مع هو اللي يقعد البيرو تاعها كي رده تاع بريزيدون تاع دوله تاع رئيس الجمهوريه في اي بي تلفزيونات صوله شحال انا ملي قالوها لي على بالك راه حبست دار دوش في اي بي بجاكوزي شكون مطلق راه ما بدي صوتي ما كل شامبون اخر طيراز صوله انت دوش عليك تحله هذاك الفي اي بي علاه كعشت انت تخدم جوج ساعتين ثلاثه حاجه حد الطواليت توضى ولا علاه انت علاه تدوس اخر طيراز جاكوزي خاوتي دار دوش تاع فيلمات وانا نقول لك في وجهك رومبو اسمع مليح تدوس جاكوزي بطرتك درت عليه فاتوره كحله علاه ما لا باليش اسكو دو خدامين تاع الرابطه اسكو ولا انت تخدموا في السميد في سون باك ولا تخدموا في كيولا يخدموا في السيما الا يخدموا السيما يحملوا السيما لوزين تاع السيما ولا لوزين تاع السميد نقولوا في بالي الغبره والفارينه نقولوا في بالي تاك الكتلت لهم الغبره مساكين دايرين دير جاكوزي على دير جاكوزي والبيرو رديته تاع فين مات شتنا تصويره تاع مسعود كون شوفوا هذيك في في اي بي قال لك مسعود مين خان قال لك ما حسبش عارف الرابطه سبعه عارف قيمه القيمه قال لي خويا يقول لك خويا مشي رابطه هذه رابطه تاع فرنسا مش تاع فرنسا وما عندهمش كيما انت حرام بنا الشيطان انت واحد من النظام انت نعرفك شا كنت في التسعينات ونعرفك شا كنت في الالفيه ونعرفك العفسه تاعك تاع المغرب نعرف كلش مين خمسة علاش انت قلنا لك جبد روحك صاي الحس غايه نافيكي انت لا هكذا تعاود راك معاول دير موندا زوجة قسما بالله يا الموندا راك تخليت عليها نورمال انا نقول لك انا رمبو قسم لك بالله شوف يجيبوا بويا الله يرحمه اقسم بالله راني نقولها لك باش تجيبك من الاخر يجيبوا بويا من القبر الله يرحمه ويوسع عليه ويخرجوه ويجيبوه رئيس الفيدراليه غير رومبو نقعد نكريتي كيفك غير هني راسك سي ولا تتخبى غنحوس عليك تتخبى تخرج نعطيك وماذا بيا روح شو الشابين ديال الحياة ان شاء الله تصدق تاع الشابين من بعد انت نلهابي غاية قصر عليك غاية اسكت بزاف شوش تتلعب منا ومنا تتبع ميزان القوى هاد اليامات على بالي وراك مايل راني فايق عليك انا ما باسكو ما عندك كاين شي صوالح ما عطيكش نقولهم للمشاهدين خلوا الامور في السطره انا على بالي ونو راك مايل هاد اليامات لو كان هذاك الكلون يعاود يرقد من هاك ما مزطيهوش ما طاقلكش اقسم بالله يا رومبو واحد ما يطيقلك شوف كي الكلون هذا اللي عملنا اللي راك مايل لهاد اليامات ما يطيقلكش ومزطيهوش ما يطيقلكش انت شوف وين تشوف مالت تميل عليها تتربى منك عليها بس ما منتيقش فيك او راك تاكل على سرار دي خطه انت وحكم يا عزرا قولك علاه قريتها وحدي انا يا قسما بالله من السيد عيط لي تاع اللي خدم تماك عندك في لاليك قال لي ولي راه خلص الطياره لسطيف باش راحوا تشاد الطياره خلصت لسطيف باش يروحوا تشاد انا قال لي قلشهم قال لي سرار كل يوم الو سرارها مقيده غايه سرار تعرف شرار تعلم ساعه شوف كاين سرار ومدوار هادو زوج اللي استغفر الله يا ربي ولا ما الشيطان يغيبوها له الشيطان والجن ما يتقلهمش هادو زوج باسكو لا مبادئ لا شخصيه لا سيدي زكريان تبعو الرابعه علاش خلصت الطياره لسنة الصيف بصراحه انا نقولك علاه لانه ازاح لك اعراض من رئاسه الرابطه باسكو غير جاهم متشاط صرار صلح اعراض جاب له لا كذا وكذا يا خرجوا يطير اعراب وانا كنت نقول اعراب بصح انا اعرب بهذا الحق اللي فيه نتاعك قالوا لي كنت خدمها مع الطيوش شي تهنا انا كنت قلت في بالي اعراب غادي وانت خدمها كاش تبيع الماء ساكت على الصيفيه ساكت على حق الصيفيه اعراب اما نروح ترك الست دي ما ترد مليح سي بون دي باغاس بصح
رومبو خلص عليك طياره باش قلعك. نعم يا اخوان. وعمك سراج يموت على الدراهم، يقولها قبل راهي منا والدراهم راه منا، يدور يصلي منا حكم. وانا حكم غير انا اللي ما نقدرلكش، كاين انت كي جماعتك. هذاك اللي كان يدعى باللي يقيدني انا ترى لقيت بغا يتفضل، قلت له يا ديغاج بلوك تاك تاك بلوكيتا ديريكت. مازال ولد المرا اللي قيدني انا عبهاكم اللي نعرف هو اللي نقيده. حكيت معاه هي مات تاك تاك، ديت معلومات تدي معلومات تاك با. قال لي انا قلت له يا الاولى هادي التاليه طب 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 بلوك هيا قيس الكوربي. هذا مكاش ولد المرا. قلت لك يا سراب ويا رومبو المخطط تاعكم نفضحه نفضحه ديريكت، بس انتم ما تامنوش. ما غير راك تمشى في الكولوار، راكم تمشوا في الكولوار تاعي، راكم تمشوا لي في الطريق اللي انا باغيها، بصح ما نامنش فيكم، ما نديرش فيكم ثقه. بس انتم تميلوا كي انتم كي الحرباء، جيت هكي لي انا على الرجوله وما عندكم مثل عندكم شو الكرام تاع الرجوله ما عندكمش. أني ساكت هادي ما تروح تصور هاني نبردهم لا حادت ونخليهم لا حادت، بس انتوما فوبا روح الشلف تاعك كذب الشلف تاعك وريح كيما سران وقعد تضبح كيما بكري. نسى الرابطة شوية وعلى بالي بلاك مخيط عليها غاية، وعلى بالي بديت والجماعة اللي راك مايلهم بداو يحسوا يدو حسنية. قلت لهم يدو حسنية انا ما نطراطيش بور مو هذا ما يستاهلش، هو قادر الحلف تاعكم اموركم مع ربي مع ولادكم عائلتكم. ها روبوكا باغي البريسيس باغي داك الكرسي وزعما ولي يعيطوا لك في التليفونات الصحافه ولي شاف دائره ولي يعيطوا لك وكل بدي با باش يكرو لك. علاه يا رب خويا علاه؟ روح سيدي قينونا كرهتونا البوله تاع الجزائر، دخل كومونتير واحد ما يقولكش الله يبارك كي انت كي زدت شي كي شابين. بس انت ما تامنش انت في الصيف عاود ترقد عاود تخد. قلت له انا شو شبي صاحبي ناس ملاح ودا التصويره انت وياه هاكم تشوفوا فيها. قال لنا سي بون شو شبي ما يسواش في الصيف. اه شو شبي رقد مكمل معنا وكذب عليا من بعد طاق روحك وجا قيدك في العليك في لاسومبلي جينا وسمحت في صحابك النور ما عاد صحابك تاني ديوبا ما عرفش نقول بامين هما تاني ماشي سهلين من الاخضر والواح تاع صاوره كاع يا كنتو منباطيحين تاع سعيدة كاع يا منباطيحين بعد كاع تاع بابا خرجت فيهم انت نستعرف بيك تا فطرت بيهم قبل ما يتعشوا بيك. هادي يا خوتي شفتو التصريحات تاع رومبو قالك انا مشي تاع الدولة وانت تاعش. اما انت مشي تاع الدولة حنا تاع الدولة حنا ازلم الدولة ولا كيفاه حنا دولة وانت لا تاع الشعب حقرناك. اودي دي حكايتك ثم عشتوا ما لا غالب قناعة. قال لك إن لم تستحي افعل ما شئت، أنا نضنك نقعد نحارب فيكم إلى آخر رمق في حياتي وما نرقد لكش رومبو وما نكرهكش رومبو نقرعش بيك والله غير نحبك نحبك بلي نضربك نتوحشك. بس ما تولي انت عباك من نحكي عليك تحس بلي راني طري اولاز تسكو على بالي ما كان والو. تحية لكم خوتي وانتم تفرجوا والسلام عليكم.